بتأكيد انتصارها الأخير أمام اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل بنية خطف نتيجة إيجابية من بشار. أصحاب الديار لم ينتظروا كثيرا وبعد مرور 10 دقائق افتتحوا باب التسجيل بعد تحصلهم على ركلة جزاء نفذها الاختصاص حامية بنجاح. نسور الصورة وصل الضغط لتعميق الفارق وكرة سعدي أبعدها الحارس حديد بصعوبة تلتها مقصية المدافع مباركي التي جانبت مرمى الضيوف بقليل. أخطر فرصة من جانب الزوار هجوم الشبيبة يضيع فرصة لا تضيع لتعديل النتيجة. المرحلة الثانية كانت أكثر إثارة وندية من الفريقين وحضرت فيها الأهداف حيث شهدنا فرص من الجانبين. فحاول سعدي من جانب الصورة ورد عليه هرجم من جانب الكناري. نسق المباراة يرتفع وتواصل معها الضغط. الدقيقة 63 مواقي بعمل فردي يتوغل وبتسديدة قوية يعدل النتيجة. بعدها رحلة بحث الفريقين عن خطف هدف الفوز تتواصل والحارس حديد يفوت على قيدي فرصة التسجيل. بينما المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة كرة في العمق من خليف ناحية حامية يتوغل وبسهولة يسكن الكرة الشباك مضيفا الهدف الثاني له في المباراة معطيا الأسبقية لفريقه. الوقت الضائع أشبال بوزيدي لعبوا كامل أوراقهم في الهجوم وضيعوا عديد الفرص. قتال يستغل غفلة دفاع الصورة مسجلا هدف التعادل أسهد به أنصارهم الذين تنقلوا إلى بشار لينتهي اللقاء بتعادل منطقي بين الفريقين ونقطة ثمينة للكناري من الصورة سيكون وزنها من ذهب في حسابات البقاء.